لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في السدل في الصلاة. قال الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. وقال في نيل الأوطار، قال أبو عبيدة في غريبه: السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل. كلام الخطابي أعم وأقرب إلى ظاهر الأدلة الشرعية. قال صاحب النهاية: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، إما ملفوف كده وإيدي جوه. لا، العباية لها كم، يدخلها كده لو قفل العباية، لو ما دخلش إيده في كمها وقفلها، لكن العباية بتبقى مفتوحة من قدام وإيدي طالعة من قدام. قال: وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، حط بتاع كده وإيه ويقفله وما يعني مرسل إيديه برضو جوه نفس الوضع. قال الجوهري: سدل ثوبه يسدله أي أرخاه، ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركا بينها، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي. هذا الكلام فيه نظر، إلا أن تكون آية فإنها بمنزلة القراءات إذا لم يمكن ذلك، وإلا فمثل قوله ثلاثة قروء، لفظ القروء مشترك بين الحيض والطهر، يستحيل حمله عليه على معنيه، هتيجي ازاي؟ وقد روي أن السدل من فعل اليهود. عن علي أنه خرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم، فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم، موضع مدارسهم، من قهورهم، يقولوا القهر، القهر من قهرهم، القهر موضع مدارسهم. عن عطاء قال إبراهيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. حسن، أن يغطي الرجل فاه. قال الخطبي: إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض الثوباء، تثاؤب يعني، فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه، بس يغطي بيده. قال: والحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة لأنه معنى النهي الحقيقي. قال الخطابي: وقد رخص بعض العلماء في السدل في الصلاة، روي ذلك عن عطاء ومكحول والزهري والحسن وابن سيرين. وقال مالك: لا بأس به، ويشبه أن يكون إنما فرقوا بين إجازة السدل في الصلاة لأن المصلي ثابت في مكانه لا يمشي في الثوب الذي عليه، وأما غير المصلي فإنه يمشي فيه ويسدله، وذلك عندي من الخيلاء المنهي عنه. وكان سفيان الثوري يكره السدل في الصلاة، وكان الشافعي يكره في الصلاة وفي غير الصلاة، بناء على أنه من إرخاء الثوب تحت الكعبين فهو من الخيلاء.
عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. قال أبو داود وهذا يضعف ذلك الحديث، إنه عن رواية إيه؟ عطاء. كأن أبو داود أشار إلى ضعف الحديث لأنه مختلف فيه كما هو معلوم. ومن يصحح الحديث يقول يكره ذلك. على هذا، هل يكره الكمامة في الصلاة؟ هي داخلة في عموم الحديث، وأن يغطي الرجل فاه. لكن قد يقال أنه إذا كان هناك حاجة من خوف ضرر أو نحو ذلك فهو يلحق بوضع اليد على الفم للتثاؤب، أو يقال إذا كان هناك إلزام وإجبار ويخاف الإنسان العقوبة. في بعض البلاد تبلغ العقوبة 1000 ريال، وفي بعضها إغلاق المسجد وهو أشد على قلوبنا من 1000 ريال، وكل ذلك يكون عذرا للإنسان. فأما إذا كان يعني لا يخاف ذلك فلا يغطي فيه، خصوصا أن الأمر قد علم أنها إجراءات يعني ينبغي الاحتراز فيها، احتراز بها عند المخالطة للمرضى من هذا المرض المعروف الجديد الكورونا، وليس يعني أن ذلك في جميع الأحوال يعني يكون ذا أثر. على أي الأحوال نقول إذا كان الإنسان منفردا فلا ينبغي أن يغطي فيه، وإذا كان مكرها كان معذورا. قال: باب الصلاة في شعور النساء. عن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو لحفنا. قال ابن الأثير: المراد بالشعار هنا الإزار الذي كانوا يتغطون به عند النوم. قالوا خصها بالذكر لأنها التي تلي الجسد، لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة من الدثار الذي هو الثوب فوق الشعار. الشعار ده اللي بيلزق في الشعر، اللي بيلامس الجسد، اللي بتسمى الملابس الداخلية في زماننا يعني. والحديث يدل على مشروعية تجنب ثياب النساء التي هي مظنة لوقوع النجاسة فيها، وكذلك سائر الثياب التي تكون كذلك. ما ينفعش تقال ثياب النساء، تقال في شعر النساء زي ما قال أبو داود، اللي هي تلامس الايه؟ البشرة. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد كان يصلي في مرط لبعض نسائه، كما في حديث غزوة الخندق مع حذيفة، يصلي في مرط، مرط ده كساء غليظ يكون فوق الثياب. يبقى المكروه ما كان مظنة النجاسة من الثياب الخاصة. طب هو ازاي اصلا الرجل يلبس ثياب المرأة او يصلي فيها؟ نقول الثياب المشتركة بين الرجال والنساء كهذه الملحفة كالمرط يجوز ان يستعمله الرجال والنساء، وانما ما كان من خصائصهن من الثياب التي يعرف انها خاصة بهن، كان يلبس الرجل فستان. الفستان ده ايه؟ معروف انه بتاع النساء مثلا، وهذا الامر مرده للعرف. اما الثياب المشتركة فيجوز لبسها كلبس المرأة للسروال. الأمر ده بين الرجال والنساء، تلبس المرأة ما شاءت كما قالت عائشة، ومن ضمن ما ذكرت سراويل. باب الرجل يصلي عاقصا شعره. عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر
لحسن بن علي عليهما السلام وهو يصلي قائما وقد غرز ضفره في قفاه، فحلها أبو رافع، فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مغرز ضفره، الضفيرة يعني، أي لوى شعره وأدخل أطرافه في أصوله، والمراد من الضفر المضفور من الشعر، وهي العقائص المضفورة. حلها أي أطلق ضفائره المغروزة في قفاه، نظر إليه الحسن مغضبا فقال: التفت، أقبل صلاتك ولا تلتفت، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك أي الضفر المغروز كفل الشيطان، أي موضع قعود الشيطان. والكفل قال الخطابي أصله أن يجمع الكساء على سنام البعير ثم يركب، إنما أمره بإرسال الشعر ليسقط على الموضع الذي يصلي فيه صاحبه من الأرض فيسجد معه، كما ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 آراب أو 7 أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا. عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ دليل على تغيير المنكر في الإيه؟ في الصلاة نفسها يعني. فبعد كده سألوا بقى الحسن، نظر إليه مغضبا وإيه؟ ومع ذلك غيروا ابن عباس، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، رواه مسلم. إنه كأنه نزول شعره على الأرض مقيد، فهو مثل مكتوف اليدين. قال أنه يتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمرا وكمه أو نحوه، وثوبه مشمرا وكمه أو نحوه، نحوه بقى ده زي البنطلون الطويل اللي بيشمروه، ثوبه دي تشمل كل أنواع الثياب اللي ينفع تتشمر. قال: أو رأسه معقوس أو مردود شعره تحت عمامته، يعني يروح جاي لافف الشعر كده وحطه كده ولابس عليه العمامة، أو نحو ذلك. فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. احتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء. ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك، لا لها بل لمعنى آخر، لأنه كان مشمر عشان الشغل يبقى منهي عنه في الصلاة. هذا الإجماع غير صحيح، بل قد نقل النووي أن قول الإمام أحمد في كراهة التحريم في قول بالبطلان، لكن الصحيح هو صحة الصلاة، لكن مسألة الإثم فيه احتمال. قال الداودي: يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة، والمختار الصحيح هو الأول، لأن الصحابة اللي فكوا رؤوس الناس ما كانوش اللي كان حاططها ما كانش عاملها كده عند الصلاة بس، كان عاملها غالبا قبل الصلاة واستمر على الصلاة. باب الصلاة في النعل. البنطلون او القفطان بنية ان هو ما بقاش مسبل، بيقول لك بيشمر علشان بنية ان ما بقاش مسبل. طب ما انت كده مسبل، ما انت كده اصلا عامله طويل ليه؟ ما تجيش ساعة الصلاة وتروح جاي عامله كده، لان انت مسبل،
خارج الصلاة، يبقى أنت الواجب عليك أنك تؤثره، مش أنك أنت تيجي تشمره ساعة الصلاة. لو شمره خارج الصلاة يبقى برضو ساعة الصلاة يفوكه. هيبقى مسبل كده برضو كده لغاية ما يخيطه أو يحط دبوس أو أي حاجة تخليه ثابت على الوضع القصير. باب الصلاة في النعل. عن عبد الله بن السائب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره. وضع نعلين عن يساره جائز إذا لم يكن عن يساره أحد. الحديث يدل على أنه صلى في غير نعليه، يعني صلى حافيا. عن عبد الله بن السائب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى، ابن عباد يشك أو اختلفوا، طبعا هو ذكر موسى وهارون، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة كحة فحذف فركع، يعني اختصر الصلاة، حذف يعني قصرها. وعبد الله بن السائب حاضر ذلك، رواه مسلم والبخاري معلقا. هو طبعا في ذكر عيسى بعد ذلك، يعني الآية ذكر موسى وهارون الآية رقم 45، وذكر عيسى وجعلنا ابن مريم وأمه آية دي آية 49. سعلة أو سعلة صوت يكون من وجع الحلق واليبوسة. حذف أي ترك القراءة، وفسرها بعضهم برمي النخامة النخاعة الناشئة عن السعلة. ليس ظاهرا، مفيش ذكر النخامة في ولا رواية. الأول أظهر لقوله فركع، ولو كان أزال ما أعاقه عن القراءة لتمادى فيها. ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة، ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها لصلاة الصبح. هو ده رواية طويلة اللي هي في الصحيح اللي ما فيهاش الاعتراف النعل، قصده الحديث ده اللي احنا اللي جابه اول كده وضع نعليه عن يساري تكملته اهي الرواية اللي في الصحيح. عن ابي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما راى ذلك القوم القوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى. وقال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه خذرا أو أذى فليمسح وليصلي فيهما. حديث ده في الصحيح مش كده؟ ماشي. قال ابن رسلان: الأذى في اللغة هو المستقدر طاهرا كان أو نجسا. في الحديث دليل على مشروعية الصلاة في النعال، وعلى أن مسح النعل من النجاسة مطهر له من القدر والأذى، والظاهر فيهما عند الإطلاق النجاسة، وسواء كانت النجاسة رطبة أو جافة، ويدل له سبب الحديث. وقال الخطابي فيه: من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته مجزية ولا إعادة عليه، لأن الرسول كبر وما عادش التكبيرة، يبقى جزء من الصلاة ده صح. وفيه أن الاتساء
الاقتداء يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله واجب كهو في أقواله، لا هذا لا يدل عليه، يدل على أنه مشروع. وربما كان ذلك في الصلاة فلأجل ذلك خلعوها، ويعني لأن ذلك قد يكون لعارض النشأ في الصلاة، وأفعاله في صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة الاقتداء. فيه أن الأدب أن المصلي إذا صلى وحده وخلع نعله وضعهما عن يساره، وإذا كان معه غيره في الصف وعن كان عن يمينه وعن يساره ناس فيضعها بين رجليه. وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة. في هذا الحديث قال فيهما خبث، بدل قذر خبث، يبقى عشان تعرف أنه نجاسة. عن شداد ابن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. هذا الحديث أقل أحواله الدلالة على الاستحباب. نعم هو يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، لأن الرسول صلى منتعلا وغير منتعل. يمكن الاستدلال لعدم الاستحباب بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث أبي هريرة الآتيين. هو الحقيقة إن هذا الاستحباب أحيانا ولا يتعبد بالصلاة بلا نعل، لأن اليهود هم الذين يتعبدون بذلك. عن أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه فصلى الناس في نعلهم فخلع نعليه فخلعوا، فلما صلى قال من شاء أن يصلي في نعليه فليصلي ومن شاء أن يخلع فليخلع. مرسل صحيح الإسناد. فهو التخيير والتفويض إلى المشيئة لا ينافي الاستحباب. قال ابن بطال محمول على إذا مع إذا لم يكن فيهما نجاسة ثم هي من الرخصة، كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة، وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسة الأرض التي تكثر فيها النجاسات تقصر عن هذه الرخصة. وإذا تعرضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية، لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى، من باب جلب المصالح. روى أبو داود والحاكم خالف اليهود من حديث شداد بن أوس مرفوعا خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، يكون استحباب ذلك من جهة المخالفة المذكورة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومتنعلا. يبقى إذن يفعل الاستحباب ده استحباب أحيانا، ويحصل ولو صلى جنازة فيه أو لو صلى في بعض الأوقات في نعله أجزأه ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.